السلام عليكم في بيوت النازحين الام منسيه وجروح طريه على الدوام الكثيرون منهم يغلقون على انفسهم ابواب بيوتهم التي تسترهم من عيون الناس فقط لكنها لا تقيهم لا من حر ولا من برد ولا سقوفها تحميهم من مطر واخرون لم يجدوا حتى ابوابا ليغلقوها على اوجاعهم في مدينه عدن اسره منكوبه نزحت من محافظة أبيان تصارع آلام المرض والنزوح والفقر والحرمان من حقها في المساعدة والرعاية نتابع قصة أسرة منى عبد الكريم ثم نعود كانت الحمد لله تمام كانوا أولادي يدرسوا تمام الحمد لله ما خلانا للحرب يعني ما خرجنا هنا لعدن تعبنا ظروفنا أسوأ وقعت يعني أنت تشوف البيت كيف 15000 غرفه واحد نقع فيه بها وعاد يوم المطر يوم المطر يا الله استر كيف يعني نرقد بالليل يعني اوضاع زفت ايش ما نقول كنا ندرس وذا بعدين ما وقع الحرب ضاع الشهاده وقلت نفسي اجي بعد ان ما فيش معانا مصاريف ما فيش معانا حاجه بأقر اليوم ايجار عندنا خمسة عشر ألف ريال القطب اليومي بس ما عندنا راتب ما عندنا حاجه اخوي مريض عنده تكسرات بالدم واخوي بصنعاء عنده سرطان وابوي كبير بالسن كنا ب كنا تمام خيرين الحمد لله كنا ندرس وذا بس ما صار الحرب خلاص ما في فايد تشتتنا رجعنا تشتتنا وذا الى عدن القارات وذا ما فيش حق صار ما فيش حرام اي حالي. كنا ببيان ساكنين تمام على العيشه ندرس وذا لما أجينا عدانو ده أخوي اشتغل و... وأخوي في بمر السلطان إن شاء الله إذا تحسن الوضع وذا برجع إن شاء الله المدرسة إذا وقع تمام وذا الحمد الواحد يقول الحمد لله أنا أقول حاجة هو كذب الحمد لله الله معانا الآن عشتنا برضو يعني الواحد يقول الحمد لله لكن فقر يعني و... والحرمة قاتلنا ب... في ده الشهر لها شهرين قاتلنا خمسة عشر ألف تدفعوا ولا طلبوا لكم بيت يعني اخرجوا طيب احنا فهم بنروح؟ يعني مش معنا ده قلنا لا منش يعني اصبري علينا الله كريم الله بيحول تقول لي كيف يعني من شهر شهر واحد واثنين لان الان شهر الرابع شهر ثلاثة وانتم ما تدفعوش قلت له تمشي معنا ولما يقع معنا من عند رب العالمين يعني الرب يوفق بنجلس انت تعرف اصحاب البيوت يعني شتو بيسهم احنا حالتنا صعبه فرق كثير كان اول هناك يعني ما في تدرس وذا تتعلم تطلع شغل يعني تشتغل ذا تتعب بالحماده فرق كثير الحين يعني محمد طول اسره كامل على وانت تشوف البيت كيف انا والفيران سواء نوقف احنا الفيران قبل فتره انا اكلت من خبز انا علقت خبز كذا زي الان علقته اجيت كل منه والله العظيم وقع بي ايه انخرط خرط يعني ايه قل... لما دي اتصلت بها قالت لي معلش لما ابراهيم قلت له والله انا تعبانه قالت لي انت في البيت قلت ايوه يعني وعالجتني لو كان يعني سبحان الله لو كان مش عالجتني يعني بموت فيها أحنا والفيران سوا سوا يعني حاله زفته الوضع احسن اتمنى ان يكون معنا بيت كبير وذا أخوي يتباخر وأخوي يشتغل يكون كلنا أسرة داخل بيت واحد واحد يكون معنا بيت يكون معنا أسرة يعني اجتماع حاجة يعني ترزقوا أي حاجة أنا ما أنا كلام الناس أنا مش أسرتي ولا أخليهم يتروحوا في الشوارع لما جينا هنا الأوضاع صعبة بعدين هو شتى درس بس قلت له يا ابني كيف بدرس هنا اوضاعنا صعبه بعدين حسن الشهاده ضاعت اوضاعنا صعبه يعني لغمه العيش يعني ذا الغرابيع ذا يجيب لنا منه روتين يجيب لنا منه سكر يجيب لنا منه يعني يلا ولا ما فيش يعني لغمه الحياه تشتي انا مش معقول انا انسانة يعني ما اقدرش انا يعني اخرج ولا وانا بعدين ما تعرفت على ذي المدرسه انا مدرسه هرم والله انا وابوي زعلانين كثير صدق صدق زعلانين كثير عليهم انه مش يدرس الان ان شاء الله من سنه درسوا يعني انت تحصلهم ثانويه تحصلهم واحنا زعلانين بس يعني الظروف هي تحكم ظروف تحكم انه معانا احنا ويعني خرجنا عشان عشان يعوننا يعني والله يعني ما يخلي ابنه انسان يعني خرج من ثالث يعني يعتبر ما يعرف شيء لا يعرف تكتب سواء ولا يعرف يعني زي يعني قريب الأمي نشتي يقع متعلم كون من كذا من نيتي إنه يقع متعلم يكون له قلم يكون له من كذا يكون متعلم يكون له قلم يعني يكون له سمعته يكون له كرامته ما حد يهينه ما حد أتمنى لكن أيش بنقول نقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى ظروفنا. ولكل واحد تتمنى ان ابنها يكون متعلم يكون له قلم ما شي لحد يعني قلمك هو يحكمك لكن خلاص هذا قدر الله ما شاء والله والله اني زعلانه انا زايد والله زعلانه زعلانه كثير عليه خاصه انا زعلانه اكثر اكثر عليه انا اشتي اتعلم انا تعلمت انا تعلم ثالث ثانوي تعلمت متعلمه والعلم نور شوفه وانا الان يا يعني ايوه انا والله مشتي شيء كذا اشتي يعني يكون يدرس ينفع نفسه اليوم انا في الدنيا بكره انا تحت تراب ينفع وينفع اخوانه ينفع لكن ظروف ظروفي هي حكمت والحرب هو حكم ولا كل واحد اشتي بنها اشتي بنها يعني احسن من الثاني بس الظروف جاسم بغرفه يعني في باب من الخمسه أشخاص أسرة نطبخ في باء نقع في باء كل حاجة يعني إيجار خمسة عشر ألف ريال يعني ما عندنا حاجة بيت ثاني ما عندنا فلوس يعني لو بيوت ثانية ما عندنا حاجة ما عندنا دخل أبو كبير السن معدني الإخوان الخوان تعبانين وأخرج من المدرسة عشان يشقى علينا إحنا وعشان حق الإيجار وحق أخوي مريض معه مرض السلطان عشان نعالجها والله الوليد للآن ثلاث سنوات هو مريض بالسرطان لا أقدر أشوفه ولا أقدر شيء إلا بالتواصل كذا تواصل مع أصحاب اللي يعني ودوا يعالجوه وأنا يعني لا مش معي حق الطريق أروح ظبحانة آه. وهو مسكين له ثلاث سنوات وهو يتألم السرطان يعني هو مرض مش بسيط. وحنا والله ولا محانا لا انا ولا ابوه ولا غادي نتواصل لا انا ولا ابوه ولا حتى حد يعني ما معنا الا ندعي الله نشفيه والله يعني ربنا داري الانسان الفقير ما يقدرش ما يقدرش يتواصل ما يقدرش يتواصل لابنه ولا الابن واحد لازم يشوف لازم بعدين مرض هذا مرض خبيث هنا ظروفنا الله داري وبها فقيرين ويلا نقد لغمة العيش ويلا نقدها هي لغمة العيش وش نفعل دي الحرب واحد مريض بصنعاء واحد مريض بعدم خلاتنا احنا نعيش بغرفة واحدة. أنا شعوري كأم أتمنى يعني أكون في بيت أحسن من هذا وأتمنى أن عيالي يعني يقعوا متألمين. واتمنى يعني يعني حالتنا يعني الماديه تتحسن ويكون لنا وضع يعني وضعنا وبني انا مش طول كذا طول الكداديف لاني يعني انا اموت اموت يعني أموت في اليوم مئة مره ناس موتوا مره واحدة انا موت مره 100 مره والله العظيم نحزن عليه سان شباب يهتان في الكداديف وريت ان الاهانه تجيب حاجه خمسمية لو زاد لو زاد الف بس يعني مضطرة والله إني مريت زاد كذا والله أنا فيك كدافة أنا يعني سنة السوق فيك كدافة والله إني مشيت يعني وأنا لطم نفسي قلت يا رب إنت يا رب إنت قادر على كل شيء يا رب ادعي نربي حسن اوضاعنا يعني انا ادمان المدرسه لان لقطت ذا الدباب ذا ان شاء الله اشتي ارجع ان شاء الله باذن الله لو الامور استمرن وهكذا ارجع ان شاء الله باذن الله لا ان شاء الله باذن الله اذا يعني تحسنت حالتنا ان شاء الله انا برجع ادرس انا الان حاليا ما اقدرش انا انا روحي يجيب الاسمه يجيب عشان اخوانه يجيب له ذا عشان ما هو يدق ابر هذا الامير الصغير عشان الابره لانه هو عنده تكسرات لازم يعني حاجات يكون شراب زي الحليب لازم يشرب زي عيشة الناس عيشة صعبة خاصة اللي يكون ما حد عيلة يعني اللي يكون مع يعني زوج عيلة ولا أولاد ولا حد يعني صعبة صعبة بالمرة نازحون من الحديدة لا يجدون المأوى ونازحون من تعز تغلق في وجوههم أبواب المدينة وطرقاتها ونازحون حتى من أبيان يعيشون حياة معذبة في بيوت لا يصلح أن تسمى بيوت وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع من الجميع أين دور السلطات المحلية؟ ما هو إنجاز اللجنة العليا للإغاثة؟ وماذا تفعل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين؟ وتلك المليارات التي تصرفها الدول والمنظمات المانحه وتلك المعنيه بالاغاثه لماذا لا يصل منها للنازحين سوى اخبارها والنزر اليسير من مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه الاسئله نطرحها نحن لا نطرحها نحن ولكن تفرضها معاناه هؤلاء الناس والامهم ولا يكفي للاجابه عنها ظهور مسؤول هنا او هناك فالكلام كثير ولكن المعاناه مستمره. مشاهدينا الكرام للحديث عن معاناه النازحين في مدينه عدن تحديدا. والجهد الاغاثي الموجه نحوهم والعوائق التي تقف في طريق جهود الاغاثه تنضم الينا الناشطه الحقوقيه ضياء حسن من مدينه عدن، مرحبا بك سيده ضياء. اهلا وسهلا فيك. هل هناك احصائيه لعدد النازحين في محافظه عدن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وأحب أشكر قناة بلقيس لاستضافتها لي بهذا الحلقة بالذات المهمة جدا والحساسة الخاصة بالنازحين أهلا بالتأكيد ساعدين. طبعا ما فيش إحصائية دقيقة وهي لعدة أسباب طبعا أولا أنه في أغلب يعني البعض منهم ممكن يسكن عند أهالي أو من المقربين نعم. والآخرين طبعا التجأوا إلى مناطق المخيمات مثل المدارس او المخيمات التي قاموا بفتحها نعم. بس مع الاسف يعني الاماكن هذه برضو فتحت غير لائقه بالسكن لانه تفتقد الى 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 النوعيه الانسانيه في 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 سكن المواطنين انفسهم. نعم يعني هذه هذه المخيمات لا يتم رعايتها من قبل المنظمات والمؤسسات غير الاغاثيه. غير اهلة للسكن لعدة اسباب يا يعني نحن كمجتمع عربي بنكون صارح صريحين مع بعضنا البعض. يعني آه لما بتجي تحط مثلا مجموعة من النازحين في مدرسة اعتقد انه ما بتكونش في لك خصوصيتك انه تكون لك مثلا غرفة خاصة فيك في اسرتك. نعم. آه تاخذ راحتك فيها يعني على الكل مع بعض آه يعني ما فيش ما فيش تخطيط سليم. لاستيعاب النازحين نعم ويعني اسلوب يعني الاسلوب ايوه غير صحيح الا لا إيه؟ يوجد مخيمات يعني أنا اخرى أن انه المنظمات الدوليه في العالم ككل سيدة ضياء لا يوجد مخيمات الدولية في العالم ككل نعم يعني تكون هي حاضره في ايوه حاضره في الدول هذه التي تحصل فيها نكبات او تحصل فيها حروب لكن مع الاسف نحن يعني المجتمع المنظمات الدوليه تعتمد على الداخل والداخل يعني زي ما تقول يواجه صعوبات كثيره كمان سيده ضياء اربع سنوات من هذه الاحداث على الاقل اذا اذا ما تجاهلنا الاحداث السابقه في يعني في محيط عدن لكن على الاقل اربع سنوات اليست كافيه لان تقوم الجهات المعنيه بانشاء مخيم فيه الحدود الدنيا من الـ الـ الاحتياج للنازحين خيام مراكز صحية رعاية تعليمية أيضا لأبناء النازحين فقط مرميين هكذا في المدارس إلى متى كم من الوقت نحتاج إلى أن يتم إنشاء مثل هذه المخيمات والمعسكرات للنازحين لا في تقصير في تقصير كبير أنا يعني, يعني معك أنه في تقصير من الحكومة برغم أنه في لجنة عليا للإغاثة وبالرغم أنه في كمان وكلاء آه خاصين في في المحافظه بالمنظمات المجتمع المدني لانه كمان منظمات المجتمع المدني ما عليهاش رقابه يعني م. المفروض انه آه لما لما يكون في آه يعني زي وضعنا الحالي حرب يعني ليش نحن في العالم كله نعرف انه يكون في ترتيب آه يعرفوا عدد النازحين آه بدقه ليش لانه يكون مثلا مكان واحد او مخيم واحد يجمع او اثنين مخيمات تجمع هؤلاء النازحين لكن إحنا اصبح المواطن مننا في شتات، يعني ما يعرفش ما يعرفش اه ما نعرفش نحن اه علشان نحن نقدم برضه اه خدماتنا الانسانيه له او مثلا اه نقدم اه يعني النزوح ما هوش اي كلام، النزوح معناته تترك اه بيتك اه تكون بحاجه الى الرعايه الصحيه تكون بحاجه الى التغذيه السليمه، مش يعني انه مثلا بتعطي له قطن نعم. رز او قطمة سكر انك خلاص اديت المهمه بسلام، بالعكس يعني هذا الذي نلاحظه نحن عندنا في بلادنا ضعف كبير جدا او عدم تخطيط وعدم درايه ايضا في العمل الانساني وتنفيذه على على اكمل وجه. ما لا أمانع يعني ما دمت بدات سيده الكلامي. سيده فيما قلت آه ضياء انه فعلا الدوله مقصره سيده ضياء ما دمت بدات في تعداد مشاكل النزوح والنازحين هل لا تطلعين على جميع او ابرز الاشكاليات التي آه تواجهكم كناشطين مع وضع النازحين يعني ما هي ابرز المعوقات أب ابرز المعوقات هي عدم التخطيط يا عزيزي يعني بي بي بأيضا شوف أني أحب أني أكون صريحة معك يعني مش فقط النازحين اللي أقوم مثل الحديدة أو منتعز في برضه نازحين موجودين في داخل عادة أنفسهم اللي بيوتهم مدمرة لحد الآن مش عارفين فين يسكنوا نعم. يعني نعم. المشكلة هنا متفاقمة ومع الأسف الشديد ما يعني حتى المنظمات ما بتجيش تتعامل مع ال مع 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 مثلا مع المنظمات التي سبق إني عملت في المجال الانساني، يعني من بدايه الحرب الى الان، مع مع الاسف الان الكل يشتغل بالمجال الانساني، وتكون المنظمات ما هيش انسانيه، تكون المنظمات هذه برضه مثلا نقدر نقول ان عني مثلا تنمويه، وتدخل لك في المجال الانساني. نعم. كيف تدخل في المجال الانساني انت ما اعطيتش اصلا حتى مجال للاخرين في العمل. يعني يعني نحن عملنا في من فترات من 2011 حتى اللحظه، ما كانش في مجال النازحين فقط، وكمان كان بمجال الجرحى، في توفير الادويه، نعم بمعالجه الكثير من من الاوضاع الذي كانوا فيها، يعني كان في بعضهم حتى ما يلاقي سكن، ممكن نحن نساعد انه حتى نوجد له غرفه مثلا في مع مع ناس اخرين، يعني ما كانت متفاقمه معانا في بدايه الحرب مثل الان، مثل الان، الان شتات بصراحه يعني طيب و... سي... سيده نضال واغلب يعني اغلب المتضررين ال... ال... اللي مثلا نزحوا لعند اهاليهم نعم. او مثلا لاقرباء معارف معهم بصراحه من غير هذونا يعني ما يلاقوش ما يلاقوش معونه على الخارج لا يعني لم تستطيعوا صارح. ان تحصروا هؤلاء النازحين الذين ذهبوا الى السكنه لدى اقاربهم في المدينه يعتبروا خارج منظومه الرعايه يعتبروا خارج الحصر وتقديم المساعده يعني هو عندما يكون مثلا يا عزيزي اذا كان مثلا النازحين موجودين في موقع محدد في موقع معين بسهوله يعني حصرهم لكن لما يكون مثلا انه انا مجموعه وقعت عند أهالي او مجموعه مثلا واستاجرت لبيت او مجموعه مثلا نعم. وخرجت خارج الاطار هنا هنا صعب انك تحصر ليش لانه حتى مواقع النازحين زي ما قلت لك أنا في نازحين برضو من الاهالي في داخل عدن بيوتهم مدمره لحد الان مش قادرين يعيشوا موجودين برضو في مسائل في مساء في الم... بداخل المدارس او اللجوء ومع مع الاسف الشديد يعني تفتقد للـ تفتقد للـ يعني المعايير الانسانيه نعم. هناك انباء فيها الناس السيده ضياء هناك انباء بشان منع النازحين من الدخول ها. الى مدينه عدن برايك هل هذا يعتبر اجراء عنصري اجراء يعني فردي اجراء ممنهج ام انه قرار فني يهدف الى تنظيم عمليه دخول النازحين الى مدينه عدن وتنظيم يعني من باب تنظيم المخيمات والمناطق السكنيه لهؤلاء كيف تنظرين او تنظرين الى هذا المنع لدخول النازحين الى عدن؟ يعني هو اذا كنت قصدك انه في نوع من العنصريه يمارس بدخول الناس انت تقصدها هكذا؟ نعم نعم انا احب اقول لك انه هي مش عنصريه نقدر نقول انه يا عزيزي بلطه يعني احنا في غياب دوله وعندما تغيب الدوله تاكد انه بتكتر العصابات بانه بتكتر نعم. الانتهاكات الجسيمه ضد المواطن نفسه يعني اذا كنا نحن منتهكين كمواطنين فما بالك بالنازحين الذي مثلا اقاوله عندنا يعني للاسف الشديد نحن ما نعرفش الان لما في يعني من توسع النقاط هذه الامنيه المنتشره كثير على طول البلاد وعرضه مش عارفين اذا كان هذا مثلا رجل امن او كان بلطجي لانه في حتى تقطعات في حتى حرابه في حاجات كثيره في داخل البلد لانه طالما الدوله غائبه طالما النظام غائب طالما القانون غائب اذا اتوقع الكثير. طيب سيده ضياء تابعنا قبل قليل قصه اسره آه نازحه احد ابنائها مريض في صنعاء والاخر مريض في عدن هل تقدم وزاره الصحه اي نوع من الرعايه لهذه الشريحه آه من المواطنين الذين هم في اشد الحاجه للرعايه والمساعده؟ على الاطلاق يعني اذا كانت وزاره الصحه نحن نعرف انه معانا وزير بالاسم ما ما تقدمش رعايه او عنايه للمواطن نفسه بتقدم للنازح يا عزيزي في مشكلة كبيرة يعني أنا نحط كذا بين سؤال لماذا المنظمات الدولية يعني في البلدان الأخرى يعني نعطيك كمثال كسوريا مثلا يعني بإشراف الذاتي التام يعني بوجودة بحضوره بكامل يعني بالنسبة لليمن لا يعني يعني المفارقة العجيبة إنه يعني أنا كمواطن إيش بقدر أعمل إذا كانت هذه الدول أتخلت عني واتخلت عن عمل الإنسان وتوجهت الى اسلوب اخر في في المعامله لكن يعني سيده ضياء هناك اعلانات اعلانات متكرره عن تقديم مبالغ وصلت الى مليارات الدولارات لموضوع لمواضيع الاغاثه بشكل عام، هناك مراكز اقليميه يعني ما ما هو الخلل برايك في عدم التواصل بين المنظمات المحليه وبين وبين هذه المنظمات المانحه، ما هي الحلقه المفقوده؟ يا اولا شوف مثلاً يقول لك المال السايب يعلم السرقه يعني نحن نقول اذا كان مثلا هذه الموارد ما راحتش للمسار الصحيح فانت تتوقع ان تتحسن بالتاكيد ما بتتوقعش اي تحسن يعني في منظمات كثرت قلت لك المنظمات لما لما يزيد المي على العجين يصبح نحن عندنا كثرة المنظمات بشكل فظيع الكل اصبح اذا يعني هذا باقي بيقدم مثلا لدوبة تعطيله ودوبة تعطيله ودوبة له ما فيش تخطيط ما فيش ترتيب ما فيش تنسيق ما فيش ما فيش والى اخره يعني اذا كانت المنظمات ما بتعملش كجماعه كفرد اذا معناته انه كل الذي كل هذه نعم الزوبعه او كل هذه الموارد بتضيع فطيس لانه المفروض انه كل المنظمات تتفق على عمل محدد ان توحد عمله، اذا ما فيش توحيد في العمل فكيف بتناصر المنظمات؟ اربع سنوات ولم تستطع المنظمات في الميدان ان تلتقي ان تقوم بعمليه تشبيك اكيد لان لان البلد لا زالت في حاله حرب، لأننا نحن لا زلنا نعاني من 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 التهمش الوظيفي كمان في حاجات كثير في البلاد حاصله يعني هذا ممكن من ما تستقر الاوضاع الا في حاله واحده انتهاء الحرب. وهذا ما نحن هو دور نحن التنظيم نحن. الذي يجب يعني ان, أن أي تقوم به اللجنه اللي اللي. العليا للاغاثه؟ هل تقوم باي دور تنظيمي وتشبيكي وتنسيقي بين المنظمات؟ اخي نحن حتى اللحظه حتى اللحظه نحن نحن مسمى دوله مسمى حكومه وليست حكومه على يعني على الارض تشتغل. يعني نكون صديق صريحين مع بعضنا. قليل يعني جميع التعيينات اقدر اقول عليها انها تعيينات غير مسؤوله يعني تعيينات التعيينات الحكوميه تقصدي سواء كان بالاداره المحليه بالكامل او مثلا على مستوى السلطه هل يعني لديكم كمنظمات كم مجتمع هذا مدني؟ هذا هذا صحيح هل لديكم في كمنظمات كم مجتمع مدني رؤيه لحل وضع يعني انا انا كمنظمه مجتمع مدني يا عزيزي اذا كنت لم تنتمي مثلا للسلطه او مثلا ما فيش معك محسوبيه او مثلا ما تكونش متحزب هذه هذه اتفقنا هذه هي المشاكل لكن هل لديكم رؤيه للحلول يعني اغلب المنظمات الدوليه تتعامل مع من في السلطه او تتعامل مع منظمات متحزبه ولذلك انا كمستقله يعني بالرغم من انه لي اعمالي من عام 2011 في المجال الانساني وحتى في الحرب يعني نعم ممكن المنظمه الوحيده اللي تعاملت معي قطر الخيريه يعني في فتره الحرب وعملت على تغطيه الكثير في تلك الفترات واعتمادي الذاتي على فاعلين الخير في عمل الانساني يعني نعم المنظمات هذه لا يمكن تجي تلتفت لوحده مستقله اذا هل لديكم رؤيه من هو متحذر لمن هو في سيدة من سيدة أيوة. ضياء هل لديكم رؤية لإصلاح آه. هذا الوضع الشائك لعمل المنظمات في الميدان هل لديكم مقترحات يمكن أن تتقدموا بها لترتيب هذه الملفات على الأقل أنا بالنسبة لي أتمنى من المنظمة الدولية الداعمة أن يعني تعدد عدد المنظمات الذي تعمل في المجال الإنساني تحطهم تحت إطاره يكون عمل موحد لكن لما بيكون انا هذا بيقدم وبيعطي له وهذا بيقدم وبيعطي له في ناس بتوصل لي في ناس ما بتوصل ليش يعني انا مثلا عرب بالحي عندي نازحين موجودين مثلا في عند اهاليهم هذا ما يستلموش ولا اي حاجه معناته انه انا ظلمت هذا الشخص وهو ما له ذنب اجى الى البلد وهو متضرر يعني في الاول والاخير لازم المنظمه الدوليه تجمع جميع المنظمات العامله في المجال الانساني وبعدين تقوم بتوزيع المهام عليهم كفرد واحد اما بيكون كل واحد يعني ب... ده ما... لا غير اذا منظمات الاغاثه تحتاج الى اغاثه في ذاتها منظمات الاغاثه المحليه اقصد الناشطه الحقوقيه ضياء حسن كنت معي من مدينه عدن شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب النازحة الأبيانية منى عبد الكريم تمرست في أمان الله